مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى لقاء خاص في هذا العدد الجديد نستضيف لكم شخصيه حكوميه رفيعه المستوى يشرف على قطاع حيوي يهم جميع المواطنين، هذا القطاع برزت اهميته بشكل كبير خلال الاونه الاخيره، نتابع هذا البورتر التقديمي ثم نعود اليكم. الخروج من التبعيه للمحروقات بناء اقتصاد وطني منتج. الانتقال نحو التصدير وتخفيض فاتوره الواردات الى ادنى حد ممكن، عبارات ومصطلحات واهداف وخطط لا تكاد تصريحات المسؤولين تخلو منها في الاونه الاخيره، كل هذه المساعي الحكوميه تجعل منظومه العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدعامه والركيزه الاولى لقيام اقتصاد الجزائر، فلا اقتصاد بدون عمال ولا عمال بدون سياسات تشغيل واضحه وجاده وفعاله، ولا هذا ولا ذاك يمكن ان يتحقق ان لم يكن هناك ضمان اجتماعي قوي. هذه السلسله المترابطه ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ورغم الجهود المبذوله تبقى تعاني من نقاء صاعد. وهو ما دفع الجزائر الى الشروع في اعتماد قانون عمل جديد يتم بموجبه تغيير الذهنيات وتعديل السياسات وإغفاء الميكانيزمات اللازمه. ليس هذا فحسب بل حتى سياسه التشغيل اضحت تستوجب اعاده تنظيم وتوجيه. فحكومه الوزير الاول عبد الملك سلال غيرت اولوياتها واظهرت رهاناتها رهانات تقوم أساساً على قطاعات دون سواها. كل هذه الرهانات والتحديات تُلزم المواطنين والمسؤولين على حد سواء باحترام منطق الواجبات التي يجب تأديتها والحقوق التي يستحيل التنازل عنها. هكذا تقول مرحلة ما بعد البترول وهذا ما يحاول ضيف لقاء خاص الترويج والتمكين له في مختلف خرجاته الميدانية وتصريحاته الإعلامية محمد الغازي خريج المدرسة الوطنية للإدارة دفعة سبعين أربع وسبعين تدرج في مناصب المسؤولية من متصرف إداري إلى مستشار تقني فرئيس ديوان ولاية فأمين عام للولاية سوال للعديد من الولايات الى غايه استوزاره والتحاقه بالجهاز التنفيذي فكان وزيرا لدى الوزير الاول مكلفا باصلاح الخدمه العموميه قبل ان يتولى حقيبه العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي يقودها حاليا في ظرف اقتصادي واجتماعي استثنائي إذا مشاهدينا الكرام ضيفي هو معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي مرحبا مع الوزير شكرا مع الوزير في البداية أولاً أسألك سؤال عام يعني كيف ترى واقع منظومة العمل في الجزائر ولا الواقع منظومة العمل في الجزائر نراها إيجابية جدا لأنها سمحت لعدد كبير من الجزائريين أن يكون عندهم منصب شغل اللي مستقرين فيه فيه كذلك السياسة التشغيل في الجزائر راهي مندمجه في اطار السياسه الاقتصاديه العامه نتاع البلاد والوزاره نتاعنا هي مش الوزاره اللي, اللي تخلق اللي المناصب الشغل ولكن ترافق ترافق كل الاجهزه نتاع الاقتصاد باش يكون باش يكون عالم الشغل يعني مسير من طرف قانون عام من قانون عامل اللي كنا نحترموه وكلنا لازم نتعاملوا به هو دائما يجري لصالح المواطنين ويجري لصالح الاقتصاد الوطني طبعا مع الوزير يعني بهذه المقدمه ممكن ندخله مباشره في النقاش ممكن اكثر موضوع يهم حاليا المواطن هو قانون العمل الجديد مع الوزير حبينا يعني نعرفه للمواطن او للمشاهد يعرف يعني تفاصيل هذا 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 المشروع او المكاسب او الجديد في هذا المشروع هو كما تعلمون انه كما قلت انت ذكرت هو مشروع قانون مازال ما وصلش الصيغه نتاع قانون لان الان رانا في المرحله المرحله الاولى من هذا المشروع اللي هو طرح المشروع على الشركاء الاجتماعيين سواء باترونا ولا الاتحاد العام للعمال الجزائريين باش يدرسوه ويعطيوا الاراء نتاعهم يتريوه وينتقدوه كذلك عندما ننتهي من المرحله هذه تكون فيه لقاء ثلاثي ما بين يعني الحكومه وال ارباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين باش نديروا الحوصله نتاع الاقتراحات هذه والملاحظات اللي كلهم قدموها في في هذا الاطار ومن بعد عندما نتفقوا عليها نطرحوها امام مجلس الحكومه ثم مجلس الوزراء اللي يتراسه فخامه رئيس الجمهوريه ونطرحوها على البرلمان بغرفته طبعا هذه اجراءات اجراءات قانونيه معروفه يعني المكاسب او الجديد في هذا المشروع طبعا هو اولا قانون لازم نذكروا باللي راه موجود من التسعينات من 1990 الان في 2016 الف دونك راه 26 20 سنه اللي راهي فاتت عليه وين يعني الان يعني كاين بعض الامور اللي فاتها الوقت وكاين امور اللي لازم كذلك لازم تعدل لازم تعدل مع تطور لا بصفه عامه لان الجزائر ما عايشه وحدها لكن عايشه في اطار دولي ومجتمع دولي اللي الجزائر هي داخله في اطار البيت والمكتب الدولي للعمل وين كان فيه قوانين كانت اتفاقيات اللي مضات عليهم الجزائر باش تكون يعني الاتفاقيات هذه محترمه من طرف الجزائر اما فيما يخص الأسس الميكانيزم تاع المشروع نفسه هي الأمور الجديدة كما قلت لكم نكونوا يعني النصوص تاعنا متماشية مع الاتفاقيات الدولية اللي كذلك نوضعوا في في هذا الإطار جهاز حارب لشغل لشغل غير اللي يحارب الشغل الشغل الغير شرعي لي ترافاي ليغال اللي كذلك على مكتسبات العمال باكملها يعني ما كانش المكتسبات ما رايحش نتراجع فيها ابدا رغم ما, ما يقال هنا وهناك في بعض الاحيان مع الوزير يعني حتى انه كاين يعني اللي انتقادات لهذا المشروع قالوا بانه ممكن يعني يخفضوا سن التقاعد ممكن, آه ممكن يزيدوا في سن التقاعد وممكن ايضا يخفضوا في في اجور العمال ضمن اطار هذا المشروع والله ربي يهدي الناس اللي راهم يعني باسكو ما تقدرش واحد اللي دو موفيز فوا جنسيس لا موفيز فوا ما تقدرش توجه توجهها ب بحجه اللي هي عقلانيه ومعقوله احنا قلنا باللي قانون العمل هذا جاي يعزز المكاسب تاع العمال دونك في يخص الصالير محال باش يخرج باش نزيدوا كذلك فيما يخص التسهيلات نتاع نتاع اطار العمل كونديسيون دو ترافاي يعني فيها من بدناها لا ميديسين دو ترافاي نزيدوا نعزوها باش العمل يعمل في ظروف لائقه حتى تكون له يعني صحه جيده وتكون عنده مردوديه في الاقتصاد الاخرين فيها كذلك نزيدوا الاجراءات الجديده اللي دخلناها في هذا وهو جد مهم لانه يتاقلم مع ما هو موجود الان عالميا وهو مكافحه التحرش مكافحه التحرش اللي راهي ظاهره من في مناصب العمل وهذه ظاهره عالميه مع الاسف الجزائر رايحين كذلك هي محاربه تشغيل الاطفال لعمل الاطفال لعمل الاطفال بالخصوص اللي عنده 16 سنه وقل من 16 سنه باش ما يكونش يعني فيه نوع من العبوديه يعني في الخل. والجزائر يعني الظاهره هذه مستشفية في الجزائر خاصه في العطل السنويه لا هذيك ما نعتبروهاش هذيك دي الشاب اللي تشوفوه يخرج يبيع الخبز في الطريق ولا ولا شابه في دايره امها عطات لها مش هذيك هي الظاهره اللي اللي تضر باسكو هذيك راهي ظرفيه لان الشاب وكنا كنا شباب صح. وفي العطل كنا نحوسوا على بشكي باش كيفاش ندخلوا شويه فلوس انا رجعت بوش ولكن مش هذا هو يعني اللي يخلوا مقاعد الدراسه ويروحوا يخدموا لا هذيك لا هذيك واحد ما يقبلها انما الشيء اللي احنا نحاربوه هو استعمال الاطفال اللي في مناصب شغل صعيبه والسن سن محدد قلت لك 16 سنه والفوق نقدروا يعني لانه يكون يكون ممكن باش هذا يتكون مهنيا ويوصل من بعد 18 عام يقدر يحصل على منصب شغل اما فيه كذلك المساواه ما بين الاجور ما بين بور ميم بوست دو ترافاي ليغاليتي دو سالير بين الرجل والمراه بين الرجل والمراه وفيها كذلك كما تعرفوا الدستور راهو كرس حقوق العمال وحقوق فيما يخص الحقوق نتاعهم الواجبات تاع تعل... نتاع نتاع المستعمل تاعهم صاحب العمل ولهذا صاحب العمل عنده واجبات وعنده حقوق كذلك، دونك لـ لـ القانون الجديد هذا رايح يكرس ويزيد يعزز المكتسبات باش يكون فيه اقتصاد قوي وانتاج قوي اللي يسمح للجزائريين باش يتصالحوا مع عالم الشغل. مع الوزير يعني افهم من كلامك ان قانون العمل الجديد ما راحش يضيع مكتسبات 1990 يعني ابدا يعني المكتسبات أبداً. التي اللي العمال الجزائريين ما راحش يضيعوا. شوف فخامه رئيس الجمهوريه هو ديما الحالة أنها دولة اجتماعية ذات مكاسب اللي تروح للطبقة الشغيلة بالخصوص الطبقة اللي هي يعني في في أدنى درجة في التصنيف اللي نتاع قانون العمل هادو رايحين بالعكس يعزو الدليل على هذا أننا يعني لغينا القانون للمادة 87 مكرر نتاع نتاع الـ جي الاجر الادنى, الأدنى. الأدنى ونزيد رفعنا في الاجر الادنى باش يصبح اكثر من اكثر من 18000 18 دينار وهذا يعني رايح ان شاء الله يزيد يرتفع كي, كي تكون يعني الظروف الاقتصاديه تسمح بهذا ولكن جامي 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 الحكومة هذه ما رايحة تمس حقوق العمال يعني الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مضمون طابع الجزائري الاجتماعي مضمون وزاد كرسوا الدستور وزاد الح عليه فخامة رئيس الجمهورية كما قلت لكم دونك محال باش الحكومة تروح للحيط مع الوزير كاين نقابات وكاين أحزاب سياسية انتقدت أنه الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل في ضمن الثلاثية المقبلة يعني حتى كاين أحزاب ونقابات مستقلة طالبت أنه تكون طرف في الثلاثية يعني تولي رباعية شوف أولا الثلاثية هي واضحة هي مؤسسة وطنية اللي تكون تجمع بين الحكومة والعمال وأرباب العمل هادو اللي يديروا السياسة ويجي يقول لك ندخل ثاني حتى احنا رباعية يدير السياسة على روحه نهار اللي يوصل الحكم يعاود يجتمع حتى هو في الثلاثية ما باش نزيدوا حزب سياسيه ولا ولا صحفيين يعني بين قوسين باش يندمجوا في الثلاثيه هذا غير منطقي وهما اللي هما اللي يتكلموا باحترام القانون نطلب منهم باش يحترموا القانون بالذات والثلاثيه معروفه يعني من منذ زمن انه كاين الباترونا والحكومه والحكومه يعني يعني. والجيتي لازم نوضح شيء واحد وهو ان الثلاثيه اللي مسؤول عليها واللي يحضر ويديترمي لور دو جور هو السيد الوزير الاول الوزير الاول اعلن امس بالمناسبه انه الثلاثيه راح تنعقد يوم 5 جوان المقبل دونك راه عملت تكون 5 جوان المقبل ولهذا مصالح الوزاره الاولى باتصال مع الشركاء الاجتماعيين يضبطوا جدول الاعمال وجدول الاعمال عندما يكون مضبوط كاين فيه القطاعات اللي معنيه تحضر جدول الاعمال هذا بهذا المكان مع الوزير في الثلاثية مثلا في العام الماضي والاعوام السابقة يعني دائما نحكي انه قبل يعني عشية اجتماع الثلاثية انه فيه ممكن اجراءات مثلا رفع الاجور او والله ما على باليش لكن كان ماذا عن الثلاثية الحالية يعني الثلاثية الحالية هذه تزيد تضبط الامور وخاصة بعد يعني التغيرات اللي وقعت على الساحة الوطنية والساحة الدولية فيما يخص تفاقم الوضع الاقتصادي بصفة عامة الأزمة باش يكون فيه يعني مشروع المشروع اقتصادي اللي راح وكان سيد الوزير الأول تزم بهذا أمام الرأي العام باش يقدم نظرة جديدة أفقية نتاع نتاع الوضع الاقتصادي ولا التطور الاقتصادي من 2019 وكيف هو مع مع التطورات الحاليه وتكيف وكذلك تكون فيه كذلك تكون فيه ملف اللي ربما احنا رانا نحضر فيه هو ملف التشغيل من التوظيف يعني لونبلوا البروبليم اللي راح يطرح على الثلاثيه باش يخرج بتوصيات و اللي تسمح باش المؤسسات الاقتصاديه سواء كانت عموميه ولا تكون خاصه باش تقدر تخلق مناصب شغل ولهذا يكون فيه تحفيزات وكاين دولة قائمة بتحفيزات تجاه هذه المؤسسات سواء عمومية أو خاصة باش يقدروا يستثمروا ويخلقوا الثروة ويخلقوا مناصب شغل. مع الوزير قبل يعني ما نروحوا للمحور التشغيل يعني السؤال السؤال السابق يعني ما وضحت ليش الفكرة بشكل بشكل مباشر يعني الاسكو فيه يعني رفع في الأجور أم لا؟ على حسب معلوماتي ما كانش لان الوضع الاقتصادي ما يسمعش ميسمعش هذا ما يسمعش يعني ما وما كانش تخفيض ما كان لا تخفيض لا, لا رفع لا, رفع مع الوزير نروحوا ممكن المحور التشغيل قبل ما نبداو نبداو النقاش في هذا المحور حبيت يعني اسالك يعني السؤال سؤال عام في الجزائر يعني دائما نسمعوا قولوا باللي الجزائريين ما يخدموش الشعب الجزائري لا يعمل يعني واش رايك في هذه العباره؟ اه هذه لو كان الجزائري ما يخدمش الجزائر ما تكونش واقفه الحمد لله الجزائر اقتصاد تاعها بخير عليه ورانا واقفين وكل الانجازات والاستثمارات هذو اللي قامت بهم الجزائر وب... ونجحت فيهم بالفضل نتاع العرق تاع العمال الجزائريين هما اللي بنوا الاقتصاد الوطني، دونك الفكره هذه الجزائريه ما يخدمش هي فكره مرفوضه ووهميه. لانه يحوسوا باش يقلوا من القدره نتاع المواطن الجزائري شكون اللي الحجار شكون اللي دار كيف شكون اللي شكون اللي دار شكون اللي داروا الانجازات اللي كانت قبل ولا اللي دارها اللي دارها فخامه رئيس الجمهوريه لو كان ما كانش عرق العمال الجزائريين واطارات الجزائريين الجزائر مثل الدول العربية أو الدول الدول الأخرى يعني فيها فيها نسبة بطالة معينة ما بيش يعني شحال نسبة البطالة المسجلة حاليا في الجزائر؟ والله النسبة الرسمية اللي أعطتها لوفي ناسيونال دي ساتيستيك يعني المنظومة اللي تابعة لوزارة المالية وهي اللي تقوم بالتحقيقات والإحصائيات الأوفيس ناسيونال دي ساتيستيك أعطى الآن رحنا في 11.2 نتاع بالمئة طبعا ولهذا ارتفعت شويه بالنسبه في 2015 وهذا راجع الوضع الاقتصادي اللي كنا نهضرو عليه والازمه الاقتصاديه اللي راه يعرفها العالم ككل ولكن على حسب المؤشرات اللي الحكومه ترتقبها في 2016 هذا و 2017 بدون شك تريح اون فا ستابيليزي لي طو ومن بعد نعاود نحسنوا الوضع نتاع الشوماج نقلصوا من النسبة المئوية نتاع البطالة. شحال النسبة اللي تتوقعها مع الوزير؟ ربما نرجعوها ل 10 فاصل. نسبة البطالة في الجزائر خلال العام المقبل. ايه هذه توقعات توقعات ولكن لو كان نضيف بلي كاين لو ترافاي انفورمال يعني الناس اللي خدموا بدون ما يفوتوا على الاحصائيات العموميه بصفه عامه ولا الرسميه كاين عدد كبير من 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 المواطنين اللي راهم يشتغلوا في اطار الانفورمال هادو ما با كونتابيليزي وكان وكذلك كاين رايح كذلك نعطيك معلومه اللي رايحه ربما تفاجئك كاين فيها في القطاع الفلاحه 800 الف منصب شغل اللي راهي معروضه في في على الوكالات تاع التشغيل ولم تلبى الطلبات هذه نفس الشيء فيما يخص قطاع البناء والترافو بيبليك والاشغال العموميه كاين حوالي 400 ولا 500 الف منصب شغل تنتظر شاباب يعني اللي اكثر من مليون منصب شغل مليون و300 يعني ولا مليون منصب شاغر لان كاين بعد الفئة من الشباب تاعنا ما يحبوش يمشوا للقطاع الفلاحي ولا يقول لك قطاع صعيب واش هي القطاعات اللي تسجلوا يعني اقبال كبير عليها هم قطاعات الخدمات وحتى قطاعات اقتصاديه اخرى كذلك لان كما كنت ذكرت لك الاقتصاد الوطني تبنى بالفضل يعني اليد العامله الوطنيه ممكن عطت لي نسبه البطاله 11.2 يعني كاين كاين احزاب وحتى منظمات ونقابات مستقله تنتقد الارقام، تقول بلي الحكومه تغلط في الشعب، يعني ما تعطيش الارقام الرسميه والصحيحه، حتى انه مثلا احزاب سياسيه في الاونه الاخيره شفنا يعني اعطت امثله قالت بلي في مسابقه توظيف الاساتذه فقط فيها اكثر من مليون مترشح، وممكن نقولوا يعني اغلبيه هؤلاء المترشحين يعني ممكن يقولوا يعني نحسبوه مع البطاقه ما ما قالوش حاجه ما قالوش ان اولا الارقام مش حنا مش حنا اللي نديروها كيما قلت لك سي الوطني للاحصائيات هو اللي يدير البحث ويدير على حساب معايير دوليه بالخصوص المعايير تاع البيتي للمكتب العالمي للشغل اللي هو موجود في جنيف اللي كاين اجراءات يقوموا بها الاحصائيون لي يمتثلوا القوانين المعمول بها في اطار لو بي والجزائر ما تقدرش ما تقدرش تخرج على هذا الاطار لان اذا خرجنا على هذا الاطار وكانت المعايير تاعنا نتاع نتاع لو كالكول دي شوماج معايير مزيفه كما يقولوا هما البيتي يفضحنا فضحنا يراقب يراقب باللعصية. وهادو المغردين نقول مغردين باسكو علاش الان المعارضه لا غير تعرف غير تسب وتخرج بصح باش تقترح الحلول ولا البديل ما اقترحوا والو ونهار اللي يجيو الحكم نشوفهم كي مع الوزير في الاونه الاخيره يعني سمعنا اخبار انه في الحكومه يعني تتوجه نحو انه توقف كافه الموظفين المتعاقدين في الوظيفه العمومي بعد انتهاء المهله يعني مهله العقد مده صلاحيه العقد يعني اولا هل هل هذا صحيح شوف, شوف هو الشيء اللي حتى انتم يعني مع الوزير قلتوا بلي كاين يعني اكثر اكثر من مليون متعاقد يعني مناصب مناصب زياده في الدوله هذه اجهزه دارتها الدوله تقصد دي اي بي طبعا الدي اي بي هذا الجهاز مش مناصب شغل اللي خلقتهم الدوله لكن الجهاز باش تفتح للشباب اللي يجيو لاول مره في عالم الشغل تفتح لهم المجال. الامكانيات في القطاع الاقتصادي ولا الاداري باش يمكن يعني هما عندهم حق باش يخدموا ثلاث سنين زائد ثلاث سنين اخرى يعني المجموعة سته باش في هذه السنين تسمح لهم باش يلقاو منصب شغل وكانت الظاهره في انذاك كانت ده ان الاداره دات اكثر من حقها وكان القطاع الاقتصادي شويه ناقص ناقص فيما يخص لورينتاسيون الان أنا اون اون دانفيرسي لا توندونس صحاب الدي اي بي رانا نوجههم للقطاع الاقتصادي المنتج والمستثمر عوض القطاع الاداري الخدمات بالخصوص الاداري وفي القطاع الاداري كان عده شباب اللي دمجوا في في هذا الاطار كاين اللي هو بو دو 3 ولا 4 ولا قل ولا 6 ولا تدمج وكاين اللي راهم مازال موجودين في, في الجهاز هذا وهذا يعني ماش يفصلهم يعني بعد نهايه المده ولا ممكن يتم فصلهم ما احنا الشيء اللي رايحين نوجههم تجاه وين كاين مناصب شغل بس كل واحد باش, باش باش نقول نقول نكونوا صراحه الوظيفه العموميه ما تقدرش تستوعب كل طالب العمل في, في اطار الوظيفه العموميه والسيد اللي يقدر هو يستوعب للعامله وطالبي العمل هادو هو القطاع الاقتصادي والفلاحي والصناعي والسياحي الى غير ذلك اللي هو القطاع المنتج بصفه عامه وهي القطاعات اللي راهي تراهن عليها الحكومه حاليا هذه اللي تراهن قبيله ثاني قلت لك كاين مليون و200 ولا مليون و300 الف منصب شغل بالفلاحة والاشغال العموميه اللي ما لقاتش يد عامله اللي في اللحظه اللي نتكلم لك كاين فيه يعني ان ان بوزوان العامله في القطاع تاع الفلاحه والاشغال العموميه. مع الوزير قبل ما نواصلوا الحديث نخرجوا فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد في هذا الحوار الذي يجمعنا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي مرحبا بكم مجددا مع الوزير مع الوزير كنا نتحدثوا قبل الفاصل كنا نتحدثوا في مجال التشغيل يعني ممكن مجال التشغيل يعني فيه وكالات وكالات للتشغيل دارتها الحكومه من اجل تشغيل الشباب خاصه الوكاله الوطنيه للتشغيل والوكاله الوطنيه دعم وتشغيل الشباب غوساج يعني اولا حبيت تعطينا تقييم لهذه الوكالات يعني بعد سنوات من هو من دخلنا دخلنا التشغيل التشغيل اللي كان ذكروا المرحلة ما بين 2010 و 2015 في ظرف خمس سنوات يعني كان مليون و وخمسين ألف طالب عمل يعني اللي قدروا يلقوا منصب شغل وهذا الشيء يعني هذا اللي بلاصتهم لا نام لا نام كانوا تيبلاصي بار لا وكاين كذلك فيه حتى المؤسسات خاصة اللي ديزورغانيزم دو ريكروتمون كي سون اغري بور لو بلاسمون هما حوالي خمسين ألف منصب شغل اللي هما وظفوهم في, في الإطار هذا هذه في غير في ما يخص بين لانام ولي زورغانيزم بريفي دو بلاسمون دونك في ما بين بيناتهم كلهم كنت كاين مليون و وخمسين ولا مليون, مليون وثمانمية ألف شاب اللي لقاو منصب شغل دائم خلال راهم شغل كاين فيه لو ديسبوزيتيف تاع لونساج ولانام آه والكناك هادو لي ديسبوزيتيف تاع لونسيج والكنا كيما تعرفوهم الدوله وجعت هاد الاليه باش يسمحوا للشباب ولا البطالين باش يخلقوا مؤسسات مصغره تاعهم اقتصاديه وراهم الان راه ماشيه للعمليه وعلى سبيل الذكر كاين لو سالون نتاع لومبلوا رايحين نتاع نتاع التشغيل رايحين على مستوى كل قطر الوطن يعني في كل في ولايه في 48 ولايه في لحظات في التاريخ يوم الخميس المقبل 19 19 ماي هذا ويكون الانتهاء نتاعهم لو 22 لو 22 ولا 23 ماي باش نسمحوا في كل ولايه الشباب يشوفوا التجربه نتاع نتاع جهاز التشغيل وجهاز المؤسسات المصغره نتاع لونسيج كناك حتى يسمح لهؤلاء الشباب تكون عندهم فكره وش تقدم الدولة لصالح الشباب تاعها باش تقدر تستوعب كل طالب العمل إلا كان هذا أمكن مع الوزير هذه الوكالات يعني حاليا الجزائر تمر بمرحله حساسه يعني مرحله خاصه مع ال... انهيار على البترول والازمه الماليه اللي تمر بها حاليا اولا يعني عندي سؤالين في هذا المجال اولا هل يمكن التراجع عن هذه الوكالات وثانيا هل ستشهد تغييرات هذه الوكالات يعني شوف فيما يخص النقطه هذه لكن تكلموا على الكناك احنا رانا في ازمه اقتصاديه ولا ماليه رحنا في عندنا صعوبات الان عايشنا ولكن القطاع نتاعنا اللي هو قطاع اجتماعي وكنت ذكرت لك باللي في قامه رئيس الجمهوريه قرر باش السياسه الاجتماعيه نتاع البلاد ما تمش في جراء هذه الازمه اللي رانا مرحله ازمه مرحليه اللي رانا مارين بها ولهذا في القانون المالي تاع 2016 يعني السير المفعول مازال لحد الان القطاع تاعنا مستفاد ب 60000 مؤسسه مصغره 30 الف و30 الف لونسيج ما يقولها غير لسان غير الفم كيما يقول لك 60 الف رقم كبير الف مؤسسه مصغره و60 الف مؤسسه مصغره, مصغرة هذه اذا خلقت غير ثلاث مناصب شغل طلع الحساب شحال تجي مبطل ما الا جمعنا الموجود الان نتاع المؤسسات المصغره التي انشئت في هذا الاطار هذا هي فايتة 350 ألف مؤسسة مصغرة اللي خلقت مليون ومئة ألف منصب شغل في هذا الإطار سواء مع الكناك ولا النونساج وحنا وجهنا الان رانا التوجيه اللي راهو معمول به في 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 ال الجهازين هو اننا نعطي الاولويه للقطاع الاقتصادي المثمر اللي يقدر ما من يخلق مناصب شغل مش القطاع الخدمات اللي يبقى للجن يقر... يخلق المؤسسة المصغرة ومن بعد يمشي للمير يقول له أعطيني باريزون راه عندي اونجان أعطيني الخدمة باش نخدم لونجان حنا رانا قلنا نزيدو نوجهوا الاستثمار نتاع المؤسسات المصغرة تجاه القطاع للقطاع المثمر اقتصادي سواء في الخدمات ولا في يخص قطاع السياحة الفلاحة الصناعة إلى غير ذلك مع الوزير الارقام الرسميه حاليا تشير الى انه نحو 10% من مشاريع اونساج يعني فشلت يعني وحتى انه اصحاب هذه المشاريع يعني تنظموا في جمعيه ويطالبون بمسح هذه الديون يعني هل فيه امكانيه لمسح الديون ام لا يعني حتى انه الشباب يعني نشوفوهم في القنوات نشوفوهم في تصريحاتهم يقولوا باللي احنا ما عندناش دراهم باش شوف كاين حالات نهار اللي جا الشاب خلق المؤسسه المصغره نتاعو مضى عقد ما بين لونسيج والبنوك وهو طبعا وكان على درايه واش هي الشروط ولازم يسدد اذا كان عنده صعوبات ماليه حقيقه وراه يخرج حنا نزيدوا نرافقوه باش نعاودوا له الجدوله نتاع الديون نتاعو ولكن اذا كان مشدد دراهم داروا في جيبو ولا مشى عرس بهم ومشى يعني الى ديفي دو لا ميسيون تاع لا كرياسيون دو لا ميكرو انتربريز فعل هي من حقها باش تتدخل تدخل باش تريكوبيري دراهمها وهادو اقليه كبيره قليله اقليه قليله قليله ليه ليش اللي علاش ما ذكرتليش بارزوم اللي كاين حوالي 80% اللي راهم يسدوا الديون تاعهم كاين 10% ولا منهم ولا 15% اللي راهم عندهم صعوبات ورانا نرافقوهم بقات 5% ولا اقل هما اللي سي لا مينورتي كريارد ويا اجيسونت اللي تدير دير الحس بزاف باش يخرجوا ولو كان تجي تبحثوا على الوضعيه نتاعهم تلقاهم باللي هذوك الاعانات الماليه اللي عطات لهم الدوله والبنوك حولوها لامور اخرى. أغلبية أصحاب هؤلاء المشاريع مش يعني فشل يعني هما يعني كلاود راه تلقى 80% ولا أكثر من 80% دي راه بورسي الديون تاعها وكاين اللي قبل الوقت مام واش ما عندها ما يعني ناجحين طبعا وانا ما تسالونيش انا اسالوا الشباب نفوسهم بيسكو راه كاين اللي تكلمت عليه قبيله لو 19 انا نفتحوه في قصر معارض قصر لا قصر الثقافه قصر الثقافه ماذا بي الصحافه تسال الشباب نفوسهم اللي يكونوا تما ويقيموا يعني هذا المشروع ويشوفوا يسألهم قال اشكو نجحت ما نجحتش واش هي الصعوبات تصير وحنا رانا هنا متفتحين باش نرافقوا الشباب لان الجهاز هذا عندما الشاب ينجح الاقتصاد نجح والبلاد نجحت يعني مع الوزير افهم من كلامك انه انه الانتقادات الموجهه خاصه لمشروع أونساج يعني مردوده يعني ما كانش منها يعني حتى انه كاين اللي يقولوا باللي مشروع ساج داروه داروه الدوله باش يشروا السلم الاجتماعي وبلي هديه للشباب وبلي هبه للشباب. Oui, その مش, مش, ill... مش من اجل انه يقوي الاقتصاد. انا نقول لك رايحين لو 19 هو شو بعيد شحال اليوم لو 17 ولا لو 16 يومين ولا ثلاثه للصالون يكونوا الشباب هما نفوسهم تما سالوهم نظن أحسن جواب اللي جاوبوكم هما أصحاب أنا. المشاريع أصحاب المشاريع ولكن هذه الظاهرة تاع هاد الناس اللي ديما ينتقدوا من أجل الانتقاد باش يسبوا بلادهم ويسبوا الشيء الموجود يسبوا حتى المواطنين تاعهم باسكو هذه حقرة ما من المو... الشاب هذا يعني نعتبر باللي إهانة للشاب هذا والعبقرية نتاع الشاب اللي هو نجح ويقول له راهم يلعبوا بك صح حتى حتى شاهدنا يعني مؤسسات نجحت بشكل بشكل رهيب. علاش ما يتكلموش على العشرات المؤسسات اللي راهي تصدر والخارجة من لونساج؟ صحيح. علاش ما يتكلموش على العشرات المؤسسات تاع لونساج ولا لاكناك اللي بداوا بثلاثة عمال أربعة راهم الآن في 100 و150 عامل. هذو ما يشوفوهمش هاد النتائج هذو يشوفوا غير اللي مشى دارهم في جيبو راح كيفهم هو ويجي يقول لهم أنا حقروني وداروا لي. نو. No. مع الوزير ننتقل لموضوع اخر في في اخر تصريح لكم قلتم بانه من غير المعقول يعني انه العامل يذهب للتقاعد وعمره 30 ولا 40 سنه يعني هل هل هذا يعني نفهم من كلامك هذه الوزير يعني هذا هل هل يعني نفهم من كلامك انه ممكن نرجع يعني نظام التقاعد المسبق او هذه ملاحظه ملاحظه وانت واقع موجود ما تنساش باللي في في التسعينات كانت يا يا في الاف ام الصندوق الدولي اللي فرض على الجزائر باش يسرحوا العمال مسبقا في هذاك الوقت لان كانت صعوبات اقتصاديه وكانوا في ذاك الوقت يخرجوا العمال مول مو 45 50 سنه ولا يمشي يقعد كاين اللي يلقى خدمه اخرى دونك دا شغل تاع واحد اخر وكاين اللي يقعد كلا الحصه تاع لو ديبار فولونتير اللي عطاوه له وبقى من بعد عاود رجعوا كنت انا والي قبل أن نكون وزير كان نعرف مؤسسات اللي كانت يعني سرحت العمال وعاودوا نفس العمال بعد ثلاث سنين اربع سنين خمسه عاود قالنا لازم كنت عاودوا رجعوا بقاو يديروا احتجاجات قال لازمكم تعاودوا ترجعونا دونك هذه كانت السياسه تاع الاف الحمد لله خرجنا من هذيك السياسه الان الشيء اللي هو معمول به دوليا دوليا وراكم تابعوا الشيء اللي موجود صحيح. في العالم ككل المعايير تاع كاين نورمالمون سانك اكتيف خمسة عمال ناشطين لواحد متقاعد الجزائر شحال فيها دو ادمي داكتيف بور دا ان دونك راه ديجا ناقصين من المعايير الدولية بالنص. بالنص يعني هذا اسكو نبقى م... في هذه الحالة تاع واحد عنده خمسين عام ولا خمسة وأربعين عام يمشي للتقاعد وكيما قلت سوا يعاود يمشي يدبر خدمه اخرى في قطاع اخر ورده وردا حق الاخر دا حق من ولا دا منصب تاع اللي جاي في في العالم الشغل ولا كاين في بعض الاحيان كاين مثلا رفدنا قطاع من القطاعات على سبيل الذكر التعليم تعليم يمشي يدير لا روتر 45 50 اون ومن بعد يمشي يكري كاراج ويبقى يقري فيه الاولاد بلا ما يسلك لا الغرامه لا يديكلاري لا هذه تعني يعني من ناحية الاخلاقيه غير هي. معقوله من ناحيه غير غير اخلاقيه غير, مش غير معقوله صح. غير مقبول الولد راه يدير باش تقري في المدرسه ما تقراش في الكاراج طفل معمول اذا كان العائلات ولي فامي نتاع للعائلة الجزائرية تدفع ولدها باش يقرا في في المدرسة باش يقرا في المدرسة ويتكون أحسن تكوين أما إذا كان ديرو في المدرسة بصح أغلب الوقت تاعو الشهر اللي باش يكون عنده أن أونفون يرست أن يكون عنده دي 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 مومون دو لوازير هذوك لي مومون تخطفهم له باش تديه للكراج يقرا سي با نورمال مع الوزير بالمناسبة حديثنا عن قطاع التربية قطاع التربية شهد مؤخرا احتجاجات أساتذة المتعاقدين يعني والحكومة جاوبت باللي ما فيش ما فيش إدماج وما فيش توظيف دون المسابقة. زميلتي السيدة الوزيرة المحترمة اللي هي قائمة بعمل جبار يعني كانت تدافع عن المبادئ المبادئ المساواة والمعادلة ما بين كل طالب منصب شغل في التعليم ولهذا جعلت ميكانيزم تاع تاع الكونكور المسابقة مسابقة لكل واحد وعطات امتياز قالت باللي يزيدوا دي بوان اللي راهم ديجا كونتراكتيال ويقدروا يزيدوا يعني. دونك هذه المشاركه نتاع نتاع كل الناس اللي بور دوني شونس نعطيو حد لكل شاب ولا متسابق باش يقدر يحصل في الكونكور اذا كان الامكانيات والقدرات نتاعو الفكريه سمحت له هذا تكون حد وتكون عمل ديمقراطي اللي يسمح باش تندر كل شيء بالشفافيه مع الوزير يعني هذا القرار قرار نهائي مش طرفي يعني حتى في المستقبل يعني ما كانش يعني ما كانش كانت واضحة السيدة الوزيرة كانت واضحة وتلاقات عدة انتقادات وكانت عندها شجاعة الشجاعة الكافية باش تواجه ودير البيداغوجي لا في لابيداغوجي في هذا الامر هذا ونظن في شكل التعليم الا كان نديروا لابيداغوجي سي باش نزيدوا نفهموا لي بيداغوج بنفسهم بالضروره نتاع لازم احترام القانون مع الوزير ننتقلوا الموضوع ومجال الضمان الاجتماعي صندوق صندوق الضمان الاجتماعي او صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجره وغير الأجراء اطلقوا حمله كبيره منذ مده يعني كيفاش تقيم هذه الحمله من اجل من اجل اقناع المواطنين باش يسدوا والله احنا قمنا بهذه الحمله هذه اولا باش كما قلت تكون اجراءات خاصه وهذه مستره في القانون الماليه الاضافي نتاع 2015 <applause> اللي وضع هذا الميكانيزم التسهيلات اقول تسهيلات اللي تعطى سواء ل... 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 لسالاري ولا لنو سالاري باش يدفعوا المستحقات نتاعهم للضمان الاجتماعي سواء كاس نص ولا كناس باش يسمحوا للصناديق هذه اولا تريكوفري تحصل على ما هو حقها وكذلك تسمح ل لي... لي... لهؤلاء اللي كانوا يعني غير غير ما كانوا شو راجل باش يكونوا يعني يساووا الوضعيه نتاعهم ويستفيدوا انس... ويستفيدوا وما تنساش باللي يعني الصناديق سواء الكراسنس ولا الكناس ما عندهاش اعانه من الدوله الموارد تاعها كلها نجاح على الاشتراكات الاشتراكات تاع تا 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 الاعضاء اللي نتاع المنخرطين في الصندوق الاجتماعي الضمان الاجتماعي سواء الاجاره ولا غير الاجاره ولهذا سمح لنا باش نحسن الوضع المالي تاع هذه الصناديق باش نقدر نواجه الفاتورات نتاع المرضى نتاع الادويه نتاع كل الفاتورات اللي لازم ونقدر كذلك نقوم بعمليه تضامنيه ما بين الصناديق حتى كذلك نغذي الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد بإعانة مالية من طرف الصناديق مع الوزير هذه الإجراءات كانت كانت محددة أجالها يوم 31 مارس ولكن تم تمديد هذه العملية يعني هل تمديد هذه العملية جاء لأنه ما كانش إقبال المواطنين لانه المواطنين لا لا الأرباب العكس العمل يعني العكس ما؟ العكس كانوا هما زادوا طلبوا منا قال ماذا بينا نزيدوا نفتحوا باسكو كاين راهم متوافدوا ولا كانت باقي يومين ولا ثلاثة ل 31 مارس كانوا الشبابيك مكتضة على مستوى اللاكناص ولا وكانوا يخدموا حتى السبت يوم السبت وكانوا يخدموا مؤخرا حتى الساعه 9 نتاع الليل في بعض الحين في بعض الشبابيك فاحنا باش نسهل الامور المواطنين قلنا نخليو لهم المهله هذه وعندما نشوفوا باللي الامور عادت الى مجراها الطبيعي ننهي العمليه هذه. يعني الان الاجل مفتوح؟ مفتوح الاجل مفتوح باسكو مازال راهم يتوافدوا اذا خدينا قطاع الفلاحه مثلا مازالوا عدد كبير من الفلاحين راهم مازالوا يجيو باش ينخرطوا في ويسووا وضعيتهم في, في لاكاسنوس ويسووا الوضع نتاعهم وفيما يخص كذلك ارباب العمل اللي ما كانوش دافعين المستحقات تاع الموظفين نتاعهم راهم كذلك يتوافدوا يتوافدوا وفيه حاجه ايجابيه وهو شعور العمال نفوسهم اللي كانوا سامحين في حقهم ما 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 كا كان مثلا يعني عامل يخدم في مؤسسه ما ولا عند عند واحد يشغله يقول له نزيد لك 200 الف بصح ما, ما ما نفعلكش من دونك العمال الان راهم شعروا الحمد لله هذه ظاهره ايجابيه باش باللي حقوقهم هما يدافعوا عليهم مع الوزن لو نتحدث عن بطاقه الشفاء يعني شحال يعني تحصل حاليا من مستفيد من هذه البطاقه انا فايتين 11 مليون و 200 الف بطاقه اللي ت... منها حوالي 35 مليون مواطن جزائري اللي يستافدوا من لان البطاقه مثلا انت عندك بطاقه ولكن كان داوي الحقوق اللي معك يستافدوا منها فيما يخص الادويه فيما يخص لي كونسلطاسيون ميديكال ذلك ال... 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 وهذه ظاهرة إيجابية وهذا كذلك من ضمن الشيء اللي كان يلح عليه فخامة رئيس الجمهورية أن الجزائر دولة اجتماعية اللي تسمح للمواطنين تاعهم باش يكونوا يعني محميين اجتماعيين والحمايه الاجتماعيه تدخل لا كارت داخله في هذا الاطار هذا طبعا مع الوزير فهم من كلام كانوا يعني حتى انه وضع صعب بصح احنا نكملوا في هذا في هذا المجال واحد البطاقه الشفاء يعني تكون مضمونه للجزائريين ولكن مع بلاش اذا فيه اجراءات خاصة انه بطاقة الشفاء يعني كثير يعني سمعنا تقارير انه فيه اختلاسات فيه حتى فيه يعني تبذير في الدواء يعني فيه شوف مبالغة في الدواء احنا ماذا بيا بارك الله فيك على السؤال هذا اللي طرحته باسكو السؤال يهمنا جدا وهو المبالغة في فل... في في لاكونسوماسيون دي ميديكامون كاين بعض الاحيان غير البارح نقرا في الصحافة كاين شيبا واش ولاية وين يزون دتروي لو ميديكامون بيريمي قناطر قناطر تاع الملايير والملايير الدينارات ولا ولا الدولارات اللي راهي الملايين الدولارات نقولوا ملايير دينارات هذه هاد الظاهره نتاع نتاع لا بو باش يكون تبدير هذا حنا نخاطبوا الحس المدني تاع المواطن قال هاد لا كارت الشفاء الا اعطتها لك باشك الدوله والصناديق تاع الاجتماعيه راهي دايره مجهود باش كل جزائري عنده حق في الدواء وكل جزائري عنده حق في, في الاخذ نتاع المشاكل الاجتماعيه نتاعو ولكن يجب ان يكون تضعون. كل شيء بشكل معقول يعني هو شوف انا على بالي بل بلي كاين سيرتين كناس اجونس اللي على مستوى الولايات وان اللي بلي كان فيه كان ترافيك من دار تاع قدموا شكاوي قدموا شكاوي، يعني. أولاً نقلعوا لهم لاكارت هذه ما منها، ثانياً نقدموا في العدالة والعدالة تاخذ الإجراءات القانونية. مع الوزير في إطار الضمان الإجتماعي دائماً يعني كاين فيه تعاون بين الضمان الإجتماعي الجزائري ونظيره الفرنسي من أجل علاج الجزائريين في فرنسا، أولاً يعني حبيت نسألك مع الوزير شكون هو المواطنين اللي عندهم حق باش يتعالجوا في فرنسا؟ شو أولاً هذا مش حق، هذا استثناء. باسكو الجزيري عنده حق يداوي في بلاده والاستثناء واش هو كي تكون المرض هذا اللي مريض به المواطن الجزائري مش ممكن علاجه في الجزائر ومش ممكن علاجه فكاين فيه ان كوميسيون لجنه تاع اطباء اخصائيين دي بروفيسور دو ميديسين اللي تابعين القطاع الصحه اللي يجتمعوا ويدرسوا الملفات ويقول لك هذا نقدروا نحولوه ولا ما نقدروش نحولوه فاذا بهذا الامر هذا حنا مضينا كاين صناديق مضات ما بيناتهم عقد باش يكون المريض الجزائري اللي توجه للمستشفيات الفرنسيه لاسيرونس سوسيال تاع فرنسا هي اللي تقوم بالاجراءات في فرنسا وتساوي الوضعيه مع زميلتها تاع لاكناس تاعنا هنا في الجزائر حتى ما يوقعوش يعني سوء التفاهم ما وبين المستشفيات الفرنسيه مع الوزير مؤخرا يعني في, في نفس السياق تحدثت انه فيه فيه احتيال من طرف المستشفى الفرنسيه على جو. الجزائر يعني كان كان وضع والوضع هذا احنا عندما مضينا هذه الاتفاقيات ما بين لي دو لي سوسيال بقات المعامله مع مع لا سيكوريتي سوسيال الفرنسيه ولا سيكوريتي سوسيال الجزائريه لاكناس دونك المستشفيات رايحين ننتهي من العلاقات معهم نبقى نفوتوا عن طريق لاكير لك... سيكيورتي سوسيال فرونسيز يعني ممكن... ما راحش يكون فيها تجاوزات مستقبلا لا لا ما مع الوزير ممكن تحدثوا على 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 يعني موضوع اخر في الاونه الاخيره شاهدنا يعني وصول العديد من اللاجئين الاجانب خصوصا من سوريا لا اعرف اذا فيه يعني اجراءات من اجل ادماج هؤلاء في السوق في سوق العمل في الجزائر. هادو هادو مهاجرين عندهم هجره انسانيه. طبعا. سواء سوريين ولا جيران, جيران اخرين لاسباب يعني الجزائر ديما متفتحه باش تتضامن مع القضايا العالميه ذات انسانيه معروفه تفتح الابواب تاعها باش تستقبل هادو اما باش نوظفوهم عندنا نوضفوا دابور تاعنا ونخموا في الاخرين مع الوزير ممكن قبل ما نختموا الحوار يعني ممكن تحدثوا عن ممارسه نشاط النقابي في الجزائر هناك يعني ما ينتقدوا يقول لك باللي فيه فيه يعني قيود على هذا النشاط انا يكفيك نعطيك فقط بعض الارقام نتاع النقابات المعتمده عندنا في الوزاره اللي هي النقابات التابعه للعمال بصفه عامه وهي نقابات سبيسياليزي كاين نقابة التعليم كاين نقابة تاع الصحة تاع النقل إلى غير ذلك مش كيما لو اللي عندها دي فيديراسيون وعندها إجماع على مستوى عالم الشغل في تاع مليونين وواش ميتين ألف منخرط فينا في لو جي تي فهاد النقابات هادو راهم معتمدين دابور لو كان كاين فيها عدم حرية النشاط النقابي ما يكونوش معتمدين كاين خمسة وستين نقابة معتمدة نعم في الجزائر موجود 65 نقابة معتمدة نتاع تشتغل بشكل عادي تشتغل والشيء اللي ما, ما, انهم في بعض في اغلبية الاحوال ما يحترموش القوانين المعمول بها اللي حتى انه مع الوزير شفنا يعني مؤخرا اضرابات مفاجئة يعني في كثير من القطاعات كاين قوانين وهما ربي يهديهم كاين يعني يتجاهلوا القانون ويديروا الامر نظن باللي القانون فوق الجميع فوقنا احنا ك... كاداره وفوقهم هما ك... كنقاد القانون العمل الجديد يعني ونقر. فيه اجراءات يعني بهذا الخصوص الاجراء يعني. شوف القانون الجديد راح يجي باش كيما قلت لك يكرس حقوق العمال وواجباتهم ويكرس كذلك حقوق ارباب العمل والواجبات نتاعهم هذا دونك الدائره هذه اللي غير اللي وجعوا راسه قال ندير لاكراف مؤخر من تاعترام. تاعترام. ونشوف مؤخرا تاع الترا مثلا النادي تاع الترا ونشوف عند ما كانش في اشعار يعني ما كان لا, لا, لا اشعار لا احترام للمواطن ما كانش لا اشعار لا احترام للمواطن نظن باللي لازم درك الجزائري يفهم وحسب الارقام يعني كبد ملايير يعني الدينارات الخسائر خلال ايام خسائر كبيره وفيه كذلك اذا كان حنا نتكلموا على الديمقراطيه وهادو المعارضين اللي يتكلموا على الديمقراطيه يحترموا الديمقراطيه ويحترموا حقوق المواطن اللي راهو ضحايا وراهو يعني راهينا بين ايدي الناس اللي راهم غافلين كان على حسب المعلومات اللي عندي وان كاين وحدين في مخزن نتاع التراهد وتاع الشمان قرروا بالسنديكا قرر باش قال يستانفوا العمل ويديروا اخرين كان فيه ثلاثه ولا اربعه عناصر اللي قالوا ما نستعرفوش ما واللي هما من بدقن من السنديكا هذا يعني سي نورمال يعني فوضى والفوضى لازم نوضع حد للفوضى مع الوزير وصلنا الى ختام الحوار حبيت يعني سؤال اخير يعني الجزائر تعيش حاليا مرحله صعبه ان يعني ان هذه العباره واش هي نصائحك للشباب اللي راغب يعني يتوظف واللي راغب يمشي في سوق الشغل يعني انا الشيء اللي ديما نقوله للشباب ولاننا نحترم الشباب كثير ومارست مسؤوليات في الـ في, الـ في الجماعات المحليه وان كان عندي دي بوكو دو كونتاكت مع لي جون نعرف كيفاش الشاب يفكر يفكر هو ك كشاب اللي لازم يندمج في المجتمع نتاعو كي يكبر يندمج في المجتمع والدوله دارت اجهزه اللي راهي تدمج هاد الشباب وكنا تكلمنا قبيلات على قطاع الدي اي بي تكلمنا على لانام تكلمنا على لونساج على الكناكي اكسترا الشيء اللي نقول للشاب انه ما يفشلش اولا اذا كان في مرحله شويه صعبه من الناحيه الاقتصاديه رانا خل... هذه مرحله مرحله لازم كلنا ن... نحضروا نفوسنا باش نواجهوها ونفوتوها والشاب الشيء اللي نطلبوا منه انه يكون مسؤول على نفسه يتعلم روح المسؤوليه يكون مسؤول دابور على نفسه قبل لا يكون يتكل على غيره لان سياسه الاتكال على الغير ما تديش بعيد تدي عام عامين ثلاثه عشرين عام ومن بعد تلقى روحك بلي فشلت يعني بادر ايه دونك الشيء اللي انا نامن بزاف بالروح المبادره والخلاقه نتاع الشاب الجزائري الدليل على هذا ان الحمد لله راه كاين المئات الالاف اللي في الجامعات المئات الالاف اللي في التكوين المهني كل شيء هذا الشيء علاش عندهم رغبه باش يبنوا المستقبل تاعهم وانا نقول لهم كونوا متفائلين وسيتو حميوا بلادكم لان البلاد تاعنا إحنا اللي نحميوها مش غيرنا مع الوزير اشكرك على هذا الحوار يعني وصلنا الى ختام الحوار اشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى كل هذه التوضيحات اللي قدمتها للمشاهد والمواطن الجزائري بارك الله فيك شكرا مشاهدينا الكرام انتم ايضا القاكم في لقاء وحوار اخر باذن الله شكرا جزيلا لكم